السلام عليكم يا باشمهندسين، عايزين بقى نلخص كل الفيديوهات اللي احنا عملناها قبل كده في الفيديو ده. انا في الفيديوهات اللي فاتت شرحت لك كل الحاجات دي. احنا كنا اخر حاجه وقفنا عندها عملناها على ايتافس 18 كان التشيك ايرور، وبعد كده حولنا من ايتافس 18 لايتافس 16 عشان نعرف اليو بي سي والحاجات اللي احنا عرفناها. فاحنا هنا في الفيديو ده هنلم تقريبا من الفيديوهات من اول 18 لحد 29 هنلمهم في فيديو واحد. طيب اول حاجه احنا كنا خلصنا الموديلنج، وكمان لو جيت انت من هنا من انالايز تشيك موديل اتاكد بس ان الموديل بتاعي سليم ما فيهوش اي مشاكل، كنا كده خلصنا الموديلنج. المرحله اللي جايه هتبقى مرحله التعريفات. هنعمل ايه في المرحله بتاعه التعريفات؟ نبدا نعرف كل الحاجات اللي عرفناها قبل كده، هنعرفها تاني ان شاء الله مع بعض بمنتهى السهوله على ايتابس 18. كده الموديل ما فيهوش مشاكل، بتبدا انت تعمل ايه بعد ما خلصت القصه دي؟ لو انت ما كنتش شغال بالتمبلت اللي احنا اتفقنا عليها فانت هتبدا تعمل الاتي. اول حاجه هتديفاين الدايفرام. الدايفرام بتاعنا اتفقنا هيبقى نوعه سيمي ريجيد، وتروح قايل له اوكي. بعد كده هتروح عامل سيلكت كده على الشكل كله وتقول له اساين شيل، وتقول له اساين شيل الدايفرام وتقول له اوكي. كده انا خصصت الدايفرام لكل الادوار، كل الادوار. لو جيت عايز تشيك كده اهو، هات لي البيزمنت وقول له ابلاي، اطلع بقى في الدور اللي بعد البيزمنت هتلاقي ادي الدايفرام اتعرف، هنا الدايفرام اتعرف، هنا الدايفرام اتعرف، هنا الدايفرام اتعرف، في كل الادوار الدايفرام بتاعنا اتعرف ما فيهوش اي مشاكل. بعد ما خلصنا القصه بتاعه الدايفرام اللي اتعرف دي هنخش على الخطوه اللي بعديها ديفاين. خلصنا الديفاين الدايفرام هننزل بعد كده هديفاين عندي الريسبونس سبيكترم. هنعرف الريسبونس سبيكترم بالاسكي ونقول له اد نيو فانكشن، والاد نيو فانكشن دي هنسميها خلاص ده ار اس، ده الريسبونس سبيكترم. الدامبنج فاكتور بخمسه، وقلنا السايد كلاس قلنا هنخليها سي. وهنا كده يا باشمهندس هنغير الاس اس والاس 1 واللونج بيريود تايم. اللونج بيريود تايم هنخليها كام؟ اتفقنا هنسيبها 8 زي ما هي. والاس اس والاس 1 دول بمنتهى البساطه هتروح لشيت الاكسل بتاع دكتور الكاتب اهو، موجود فين؟ موجود في الداتا عشان تبقى انت عارف مكان كل حاجه. بمنتهى البساطه اروح رايح هات لي لو سمحت الاكسل شيتس بتاعه الكورس. اروح رايح على مين؟ اروح رايح على الاسكي. انا هنا بدخل السايز مكلود الاسكي 7 16، يبقى انا ادخل هنا لان هنا انا كده مستخدم مين اهو. احنا هنا اهو ده انا مستخدم اسكي 7 10، لا احنا ممكن نستخدم الاسكي 7 16 احدث نسخه موجوده في البرنامج، ونروح قايل له اد نيو فانكشن ده هنسميه الريسبونس سبيكترم. الدامبنج فاكتور 5 من 100، عايز اجيب الاس اي والاس اس مفيش اي تغيير، احنا اتفقنا السويل كلاس خليناها سي، ولينير اكس ولينير واي. باقي لي بس اللونج بيريود تايم ده خلاص خليناه 8، اللونج بيريود ترانزيشن بيريود دي خليناها ايه 8 زي ما هي، اتفقنا ده بيعتمد على المنطقه. باقي لي الاس اس والاس 1، فهاجي افتح شيت الاكسل اللي انا فتحته اهو، شيت الاكسل ده اسكي 7 16، اسكي 7 16 ادي الجداول بتاعه الاس اس. المشروع بتاعنا في دبي، فانت عندك الاس اس 83.2 والثانيه 25، فانت هتروح هنا بمنتهى البساطه 83.2 ادي 83.2 في 9.81، وهنا 83، احنا قلنا 83.2 مضروبة، احنا قلنا هنضربها في كام؟ 9.81. حلو، ده الاس اس. كده انا جبت الاس اس اهو من هنا قدام الاس اس 83.2 في دبي، وهنا 25. يبقى انا هروح هنا على الايتابس خلي دي الاس 1 25% في 9.81. كده انا دخلت البيانات بتاعت الريسبونس سبيكترم بناء على الاسكي بطريقه صحيحه، واروح رايح قايل له اوكي. كده عرفنا الريسبونس سبيكترم ديفاين، عملنا الريسبونس سبيكترم ديفاين الماس سورس. لو انا جيت عرفت الماس سورس
ماشي. المفروض عشان اعرف الماس سورس ان احنا قلنا هنتفق ان احنا هنختار الحاله دي. فهنا انا ما كنتش عرفت اللوب باترن، فلازم الاول اعرف اللوب باترن عشان اعرف اعرف الماس سورس. يبقى احنا عرفنا الفانكشن، بعد الفانكشن المفروض من الخطوه اللي بعديها هي اللوب باترن. عندنا اول حاله سميناها الديت واديتناها رمز دي وقلنا له موديفاي، وبعد كده اللايف وادينا لها الرمز ال وقلنا له موديفاي، وبعد كده بعد الديت واللايف هنبدا نعمل الميكانيكال لايف لود، وده نوعه لايف ونقول له اد، وبعد كده هنعمل الفلورينج او الاف سي الفلور كفر، وده نوعه سوبر ديت ونقول له اد، وبعد كده هنعمل الوول، ادي الوول بتاعتي ونوعها سوبر ديت ونقول له اد. دول الحالات اللود كومباينيشن الديت واللايف الميكانيكال الفلور كفر الوول. اخر حاجه خالص هنعملها التمبريتشر عشان لو عندي احمال حراره، والتمبريتشر نوعها اذر ونقول له اد. وبالتالي كده انا خلصت اللود باتر بتاعت الفيرتيكال لود. نرجع تاني، يبقى انا فانكشن خلصتها الماس سورس، المفروض ادخل اعمل الماس سورس. فالماس سورس هتروح عامل لها موديفاي، هتمسح دي وتمسح دي، وتعلم على سبيسيفاي اللود باتر. الديت اتفقنا بواحد، واللايف اتفقنا هنحطه بربع، والفلور او الميكانيكال لايف لود ده هيبقى بواحد، والفلور كفر واحد، والوول بواحد. كده انا عرفت الماس سورس، ادي الديد اللايف ميكانيكال لايف لود فلور كفر وول، وانكلود اللاترال ماسز واللامب، ونروح قايلين له اوكي، ونروح قايلين له اوكي. زي ما قلت لك الكلام ده انت مش هتبقى محتاج تعمله، لان الكلام ده هيبقى في التمبلت بعد كده اهو. لو دخلت على الديفاين ورحت داخل على الماس سورس، ادي الماس سورس اللي الباشمهندس معرفها، بارتيشن كلادنج لايف لود، كل الكلام ده مفيش غير اللايف لود والباركنج لايف لود بربع، الباقي كله زيرو او الباقي كله واحد، وسبيسيفايد لود باتر كلامنا مظبوط جدا مفيهوش اي مشاكل. يبقى انا كده خلصنا ديفاين، عملنا ريسبونس سبيكترم، الماس سورس، عايزين نعرف البي دلتا افكت، اتريتيف بيزد اون لود، تمام. واتفقنا ان هي هتبقى كام في الكود الامريكي، لو جيت بصيت عليها هتلاقيها في الكود الامريكي 1.2 ونص في اللايف لود. فانت لو جيت هنا ادي المشروع اللي معمول، ورحت قايل له وريني كده، هتلاقيها 1.2 في كله، والميكانيكال لايف لود بي 1 ونص، فين نص فين يا باشمهندس؟ في اللايف لود. يبقى كله 1.2 والميكانيكال 1.5 في اللايف لود. فانا هاجي هنا اقول له 1.2 في الديد، ومين تاني؟ 1.2 فلور كفر، 1.2 الوول، 1.2. يبقى الديد فلور كفر والوول خلصنا منه. ميكانيكال لايف لود ده هيبقى بواحد، وبعد كده الوول ميكانيكال لايف لود بالواحد، الديد اللايف ميكانيكال لايف لود، كده بقى لنا بس اللايف لود، قلنا ان هو هيبقى نص، ونروح قايلين له ايه. يبقى ادي الديد فلور كفر لايف لود ميكانيكال لايف لود الوول، كده كله تمام. ده التعريف بتاع البي دلتا افكت. يبقى ديفاين ماس سورس بي دلتا افكت موديل كيسز، هنروح قايلين له لو سمحت عايزين نعمل موديفاي في الموديل كيسز، هنغير الطريقه نخليها طريقه ريبز، وهنا الماس سورس اهو، وادي البي دلتا افكت، بنعمل اد بنعمل اد، بنخلي دي بدل ما هي لوب بارتر نخليها اكسلريشن، ونخلي دي كمان اكسلريشن، مره يو اكس ومره يو واي، ودي هنخلي النسبه اتفقنا ان هي 90%، وهنا النسبه برضو 90%، الماكسيمم نمبر خليناه 12 وقلنا له اوكي. ده نفس الكلام اللي اتعمل في الموديل هنا ديفاين. تعال نبص كده الموديل كيسز حلو، ورحت قايل له انا قلت له وريني كده موديفاي، ادي اليو اكس وادي اليو واي، هو كمان عمل يو زد، احنا مش محتاجين اليو زد في اي حاجه، وعمل الماكسيمم نمبر اوف مودز 25. ده طبعا نتيجه الترايلز، الموديل ده خلاص اتحل، فهو ال 12 هتطلع مش مكفيه، فبعد كده راح مزودهم خلاهم كام؟ 25. والارقام دي ظبطها خلاها 99%، واحنا خليناها 90% لان انا مش محتاج اكتر من 90%. عايز تعدلهم من الاول وتخليهم
زي ما هو عمل، مفيش اي مشاكل، يبقى انا من هنا اروح قايل له خلي لي دي لو سمحت رجعها لي 99 طالما احنا عايزين 99، مع ان هي 90 كفايه، والمودز خلاهم 15، والمينيمم برضو نمبر خلاهم ادي 25، وال 25 عشان ما يقلش عن الرقم اللي هناك. لو جينا بصينا فاين لود او المودل كيسز قلنا له موديفاي عملها ريتس 29 55 مظبوط كلامنا، مفيش فيه اي مشكله. انا دلوقتي اللي بعمله مع سيادتك ان انا بعمل لك كل الخطوات اللي احنا شرحناها بالتفصيل قبل كده في فيديو واحد عشان تعرف انت بتمشي ازاي، وبقارن لك اللي احنا بنعمله باللي اتعمل فيه المشروع الحقيقي عشان تبقى فاهم كل حاجه، وتتاكد ان احنا كل حاجه الحمد لله عاملينها بالطريقه الصح. فانا هقول له اوكي، هقول له اوكي. يبقى ديفاين ماس سورس دي دلتا افكت مودال كيسز لود باتر لود كيسز. خش على اللود كيسز هنعمل حاله جديده هنسميها اس اكس، والاس اكس دي يا باشمهندس نوعها ريسبونس، والريسبونس ده هتروح عامل له اد، ومن هنا اكسلريشن يو 1، وهنا الار اس بتاعنا، والسكيل فاكتور قلنا هنحطه بالجي على الار، الجي اللي هي بكام؟ 9.81، والار اللي هي بكام؟ قلنا ان هي هناخدها بخمسه، فيطلع الرقم ده 1.96، الموديل سي كيو سي اس ار سي او اس ار اس، وبعد كده الكونستانت هنا ده هيفضل الموديل دامبنج ب 5%، والدافروم هنخليه برضه هو كمان ب 5%، ونروح قايلين له اوكي. تمام كده انا خلصته، تعال نشوف الراجل عمل الكلام ده ولا لا. ديفاين لو رحنا على اللود كيسز وجيت بصيت كده تحت كده في اللود كيسز اد سبيك اكس وسبيك اكس بلس وسبيك اكس ماينس وسبيك واي بلس وسبيك واي ماينس، احنا مش محتاجين الحقيقه ده كله، احنا لو جينا بصينا بس على السبيك اكس لو احنا عملنا ده صح خلاص هيبقى كله صح. هو هنا مستخدم الكود بتاع كام؟ اليو بي سي 97، فطبعا ده حصل ايرور في البرنامج لان الراجل كان عامل او الباشمهندس كان عامل هنا ده كان عامله بناء على الكود بتاع ده كان عامله بناء على كود اليو بي سي، احنا شغالين دلوقتي بالاسكي لان ايتابس 18 اصلا ما فيهوش اليو بي سي، لكن نفس المدخلات هي هي، ووريتك لو انت عايز تدخل باليو بي سي هتعمل ايه. يبقى انا كمان الحاله دي اتعملت ار اس ده اللي هو الاس اكس، وهنعمل واحده كمان بعد الاس اكس مع اكسنتريستي موجبه ممكن اخد منها كوبي، ونعمل الاس واي، واليو 1 هتبقى يو 2 ار اس، كل حاجه زي ما هي مفيش اي تغيير. انا عملت الاس اكس والاس واي، فاحنا كده كمان خلصنا الخطوه بتاعت ادي اللود كيسز ادي اللود كومباينيشن هي اللي باقيه لي هي واللود باترن عشان ادخل الحالات بتاعت الايه بتاعت الزلازل والرياح. فانا لو جيت دلوقتي عايز اعمل حاله الزلازل فهسميها كيو اكس، حاله الزلازل كيو اكس بلس الاكسنتريستي نوعها سايزميك لود، ومن هنا اختار الاسكي 7/16 واروح قايل له اد، وبعد كده دي هنخليها بلس مره وماينس مره، ونروح قايل له اد، وبعد كده هنخلي دي واي ومعاها اكسنتريستي موجبه، ونروح قايل له اد، وبعد كده واي ومعاها اكسنتريستي سالبه، ونروح قايل له اد. دول الاربع حالات، كل اللي عليا انا اخش على الموديفاي اللاترال لود. انا هنا دي المفروض ان انا داخل على انهي حاله معاها اكسنتريستي موجبه، يبقى اشيل دي اشيل دي اشيل دي اشيل دي اشيل دي، اسيب فقط الاكسنتريستي الموجبه ده ب 5%. هنا مش هنغير في حاجه، قلنا من التوب روف لحد البيزمنت، وبعد كده الرقمين دول كنا جبناهم قبل كده اللي هو الاس اس اللي هو علامه 823 مضروبه في 981 مضروبه في 981، وهنا كانت علامه 25 مضروبه برضو في 981، واخترنا دي سي والار والاوميجا والسي دي والاي زي ما كنا عرفناهم قبل كده. كنا على ما اتذكر كنا واخدينهم الار بكام؟ كانت الار بخمسه، والاوميجا والسي دي تعال نجيبهم تاني. طيب عشان انا دلوقتي لو انا دخلت هنا والتيبل ادي التيبل وادي الكاتيجوري بتاعنا، لو انا جيت عايزين نجيب البيانات بتاعت الار ادي المناطق في جدول هنا المفروض يبقى في جدول بتاع الار عشان نقدر نجيب القيم بتاعه الار. لو تفتكر
كان في جدول فيه كل القيم دي جبناها منها المرة اللي فاتت. أهو أنا هنا هقدر أكتب الرقم اللي هو 59، و إحنا كتبنا كام؟ 52، ولا كتبنا كام في التيبل في الإس إس؟ قلنا 59.6، لأ 83.2، و25. يبقى هنا 83، 83.2، وكام؟ و25. تلاتة وتمانين واتنين من عشرة. والكلاس بتاعنا سي هو لوحده حسب ال اف اي والاف زي والاكيوبينس دي، ممكن اغيرها اخليها مثلا تلاتة او اتنين او واحد. هو بيبدأ يحسب كل البيانات بتاعتك ويحسب لك القصة بتاعتك تطلع بكام، ويطلع لك البيز شير بناء على المعادلات بتاعت الاصل. احنا محتاجين بس هنا كده ندخل الار كمان، السايزميك كاتيجوري دي المفروض ان هي تبقى ايه؟ تبقى سي، سايزميك كاتيجوري سي. ادي الار من تيبل كام؟ قلنا من تيبل 12.2، المفروض ان هو يبقى جايبه هنا. ادي التيبل 12.2، واتفقنا ان احنا عندي البيرنج رول، وقلنا سبيشال رينفورس كونكريت شير رول. لا احنا قلنا احنا اوردينري، فالاوردينري كانت 4 و2 ونص واربعة، اربعة واتنين ونص واربعة. انا افتح هنا واقول لك اربعة اتنين ونص اربعة، وده بكام؟ بواحد. كده انت عرفت القصة دي كلها بناء على الاسكي. لو انا عايز اجي هنا واروح قايل له برضه موديفاي اللاترال لود، خلاص بقى هنبقى حفظنا كل القصة دي. انا بس هسيب السالب وهشيل دول. حلو الكلام، والارقام بتاعتي خلاص كلها محفوظة. هاجي هنا دي تبقى سي، ودي أربعة اتنين ونص أربعة، واللي تحت ده واحد. والأرقام دي قلنا إن هي المفروض بقى خلاص إن إحنا بقينا عارفينها، اللي هي كانت كام وكام. أهو لو جينا هنا كده في الأول خالص، في الأول في الكالكوليشن، وطلعنا فوق علامة 8.325%. ماشي، هاجي هنا علامة 8.32 ومضروبة في الجي اللي هي 9.81. ممكن نحفظ الرقم ده اللي هو 8.16، ودي 25% في 9.81 اللي هي كام؟ 2.54، ودي 8، وكده أبقى أنا خلصت. يبقى 8.16 و2.45. تمام، هنا نفس القصة بس المرة دي سنترستي موجبة، سيب كل حاجة. هنا قلنا كام علامة؟ 8.32 في 9.81، وهنا 2.5 في 9.81. تمام، 9.81 دي اللي هي عجلة الجاذبية الأرضية، اللي هي بالمتر سكوير سكند، صح الكلام؟ مفيش فيها تحويلات ولا حاجة. 8 قلنا دي سي، 4 2 ونص 4 1 اوكي. هنا نفس القصة، شيل بقى ده كله كده واروح قايل له 4 برضه. هنا علامة 8.32 في 9.81، هنا علامة 2.5 في 9.81، سي 1.2، هنا قلنا 4 2 ونص 4 1. كده عرفت كل حالات الزلازل بتاعتي، تشيك على اي واحدة كده خش سي. تمام، كله زي الفل. بعد كده لو انا عايز اعرف الويند، فانا هعرف ويند مرة زيرو، هقول له كده برضو الويند لود نوعها ويند لود و اسكي اللي هو اللي موجود عندي في 7 16 7 10، اللي يريحك هما الاتنين شبه بعض يعني. وهنعمل حالة تانية هنسميها ويند 90 ونقول له اد. فهنا كده 7 16 اتفقنا ان احنا ما بنغيرش اي حاجة هنا، مفيش بس غير ان انت بتشوف هي كام
ميل بير اور على حسب بقى انت في دبي انت عايزها الوحده بتاعتك كام. تعال نبص كده الراجل كام عرفها بكام. ديفاين لود باتر في الويند اهو، ادي الويند هو معرف 17 كاتبها 101 وكاتيجوري، يبقى احنا هننقل نفس الارقام عشان نطلع نفس النتائج. 101 ده الرقم وكاتيجوري بي، وبعد كده اخد 101 كاتيجوري بي 1 85 85 واحد، وده برضه واحد. الجراوند اليفيشن فاكتور احنا قلنا ان احنا ده بي واحد واحد 85% 85%. الكلام ده هيبدأ من الجراوند لحد او من التوب ستوري توب روف كده لحد الجراوند، فانت كده خلصت. باربت اخدها كام؟ اخدها 2. يبقى انا لو جيت بصيت ما بين دي وما بين دي، تعالى كده عشان تعرف تقارن بسرعة اهو كده، وهات لي الايتابس بتاع الراجل. لو جينا بقى كده بصينا على الارقام عشان نبقى 100 100، 101 في 1 1 85 85 التوب روف الجراوند بارت 2، كلام مظبوط جدا. خش بس على فين الموديل بتاعنا اهو، خش على الموديفاي دي كده 0 ونروح قايلين له اوكي. بعد كده 90 موديفاي نفس القصه بالظبط، مفيش اي تغيير هيحصل غير بس ان دي تتغير وتبقى كام؟ تبقى 90. قول اوكي. 101 1 1 85 85 من التوب روف لحد الجراوند اللي هو فوق سطح الارض، والباربل دي ناخدها باتنين على حسب المستوى اللي سطح الارض. نروح قايل له اوكي، انا كده عرفت كل الحالات بتاعتي، واروح قايل له اوكي كده الحالات بتاعتي اتعرفت. يبقى انا كده من ديفاين عملنا ايه؟ عملنا كل الحاجات دي، وصلنا للود كيسز عملناها، عملنا اللود باتر اللود كيسز اهي معموله كلها، الاس اكس والاس واي اتعملوا واللود باتر باقي اللود كومباينيشن. ساعتها بقى انا طالما معرف كده اروح قايل له اوتو ديزاين، واروح قايل له هات لي ده وده وده الثلاثه دول وكونفيرت كونفيرت كده، واروح قايل له اوكي. فبمنتهى السهوله بيعرف لك حالات التحميل اللي انت محدد هنا ده بتاعه الاعمده، ادي 1.4 من 10 1.4 من 10 1.4 من 10، وبعد كده 1.2 من 10 1.6 من 10 في الميكانيكال لايف لود وفي الميكانيكال او في اللايف لود التاني، وهنا 1.2 من 10 ودخل معايا الويند لود ودخل معايا الويند لود السالب زي ما انت شايف كده بيعملهم لوحده. بعد كده 90 وال90 بالسالب، وبعد كده حالات الزلازل ادي اول حاله اللي هي 9 من 10 ومعاها الويند لود، بعد كده 9 من 10 ومعاها السالب الويند لود، وبعد كده حالات بقى الزلازل ادي الكيو اكس مره بالموجب ومره بالسالب ودي مره بالموجب ومره بالسالب. انا ملاحظ بقى من هنا طالما انت عملت كده حلو، فانت ما كنتش محتاج ان انت تاخد الاكسنتريستي الموجبه والسالبه، بعد كده ارثكويك الثانيه كل دي، بعد كده هينقل بقى على حاله كمان اهي اللي هيبقى فيها الديد لود بس، وبعد كده شوف هو كده كل ده للعناصر الرئيسيه، ادي الاس واي وادي الاس اكس، عمل اس اكس واس واي وعمل لك كل الحالات اللي انت عايزها. فدي طريقه سهله. بعد كده بتوع السلابه، بعد كده بتوع الول اهي كل واحده فيهم عرف لها 30 لود كومباينيشن مختلفه عن التانية. في كمان لود كومباينيشن كل انت تعرفها البرنامج مش بيعرفها لوحده، ان انت ممكن تعمل حاله بقى اسمها ار اس اكس ودي تحط فيها الاس اكس مع 30% من الاس واي، واحده ثانيه الار اس واي اللي هتحط الاس واي مع 30% من الاس واي، او ممكن زي ما قلت لك احسن حل احسن حل وافضل حل، بس انا ما كانش ينفع اعمله من الاول لان لو عملته من الاول انت ما كنتش تتعلم حاجه اللي هو بتاع التمبلت. بص دول بمنتهى السهوله
منتهى السهوله دول كلهم اصلا متعرفين. انا ايه اللي يخليني اقعد اتعب نفسي كل اللوك كومبينيشن دي؟ هتلاقيها عندك متعرفه، كل اللوك باترن هتلاقيها عندك متعرفه، كل حاجه هتلاقيها عندك متعرفه. فدي طريقه سريعه جدا، دي انسب واصح طريقه ان انت تشتغل بيها، ان انت مجرد ما تخش تلاقي كل حاجتك بقى خلاص كله يا ريس جاهز تبدا تشتغل على طول. انا كده عملنا الموديل، خلصنا فيه كل الحاجات اللي احنا عايزينها كده تقريبا. الفيديوهات من اول هنا كده بقى معايا الفيديوهات، بص احنا كده عملنا ايه بقى، لوب باتر ديفاين ديافرام، وبعد كده عملنا الاسك، وبعد كده عملنا ريسبونس سبيكترا ماس سورس لود كيسز البي دلتا افكت الموديل كيسز اللود كومباينيشن، كل دول اتجمعوا في الفيديو ده اللي هو هيبقى رقم 30 وهنسميه سامري. تمام، بعد كده هيبقى احنا خلصنا كذا مرحله، وهيبقى لنا مرحله واحده قبل ما نعمل ران هنعملها، ويبقى احنا كده انا كده تقريبا عملت مع سيادتك المشروع مرتين، مره على ايتابس 16 ومره على ايتابس 18، مره باستخدام الاسكي ومره باستخدام اليو بي سي. الموضوع سهل، ممكن نقعد نعمله 50 مره، خلي الفيديوهات دي 2000 فيديو، الموضوع سهل خالص ما فيهوش اي مشاكل. المهم ان انت بس تطبق وتبدا تقرا وتلخص وتطلع الكلام ده. المذكره دي هتساعدك جدا جدا جدا، طبعا المذكرات بتاعت الدكاتره العظام اللي احنا شغالين منهم طبعا هيساعدوك، اللي هي الاستراكشر موديل والاي سي جي، دي بتاعت شركه اي سي جي، ودي الاستراكشر موديلنج دي برده كويسه جدا بتاعت دكتور الكاتب. الاثنين دول هيساعدوك، ولكن انا افضل لك الملخص. والملخص ده انا مش مألفه يعني ولا اي حاجه، الملخص ده هو عباره عن التجميع بتاع الحاجات بتاع الخطوات اللي احنا عاملينهم. كل فيديو هتلاقيه مثلا يعني هنا لو انت جيت بصيت كل فيديو مكتوب، ده مثلا ديفاين مودل كيسز دي مشروحه في فيديو 28، لو جيت هنا الديفاين لود كومباينيشن دي مشروحه في الفيديو رقم 29، بعد كده عندي السمري. تمام، السمري بتاع الجزء ده السمري. تمام، السمري ده يا باشمهندس اهو، السمري ده هيبقى في الفيديو رقم 30، فيديو رقم 30. فانت كده يا هندسه هتبقى خلصت كل الحاجات اللي انت عاوز تعملها بمنتهى السهوله، ما يبقاش عندك اي مشاكل باذن الله. باقي خطوه واحده قبل ما نعمل الرن هنعملها في الفيديو اللي جاي ان شاء الله.